رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الإسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. القوات العراقية تعلن إكمال فرض الأمن على ما تبقى من كركوك ومناطق أخرى بمحافظتي ديالى ونينوى. نيمستورا يبحث اليوم في موسكو مع لافروف سبل استئناف المفاوضات السورية في جنيف. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة نيل. أهلا بكم. يعقد اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماع الحكومة الإسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تقارير الوزراء المختلفة حول معدلات الأداء والبرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تعديلات قانون البناء الموحد الذي ينظم عملية البناء ويضمن أصول الدولة، بالإضافة إلى دراسة سبل تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. أكد المؤتمر الدولي للإفتاء المنعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أهمية تفعيل دور المفتين والعلماء ومهمة الإفتاء في المجتمعات الإسلامية وإعادة حق الإفتاء إلى أهل الاختصاص وكشف فساد المنهج المنحرف في الفتوى والتصدي للفتاوى المتشددة من أجل أمن واستقرار المجتمعات. وقد دعا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ورئيس المؤتمر، دعا إلى ضرورة جمع كلمة العلماء والمفتين على مستوى العالم لإزاحة أصحاب المناهج الشاذة والمتطرفة عن الساحة الإفتائية. انطلق المؤتمر العالمي للإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم بعنوان دور الفتوى في استقرار المجتمعات. لا شك أن الإرهاب يسعى لفرض سيطرته وبسط نفوذه على عقول العامة والشباب عن طريق نشر الفتاوى المضللة والأفكار المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مما كان له الأثر السيء في نشر العنف والفوضى وتهديد السلم والأمن في كثير من بلادنا. شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الفتاوى الضالة التي زعزعت أمن واستقرار المجتمعات، وهو ما دفع لمناقشة هذه الظاهرة بصورة علمية للخروج بنتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع. مما تعج به الساحة الآن من اكتساح العملة الزائفة للعملة الحرة الأصيلة في مجال الفتوى وتبليغ شريعة الله للناس، ومن تصدر بعض أدعياء العلم حلقات تشويه الإسلام والجرأة على القرآن والحديث وتراث المسلمين، وجلوسهم على مقاعد العلماء في حملة موزعة الأدوار وفي جرأة ممقوتة ما أظنها تخفى على أحد. المؤتمر وضع ضوابط محددة لعملية الاستنباط من التراث والتنبيه على خطورة الفتوى التاريخية إذا تمت دراستها بعيدا عن سياقاتها التاريخية والواقعية. إذ تعاني عدد من الدول الإسلامية حالة من الفوضى أدت إلى ظهور تنظيمات ومكونات إرهابية تتخذ من الفتاوى الشاذة التي تصدرها ذريعة لتبرير جرائمها وإرهابها. محاور أساسية تناولها المؤتمر منها الإفتاء وتحقيق السلم المجتمعي والفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على الاستقرار. مؤتمر عالمي ثالث للفتوى إذن هي بضع كلمات، إما أن تبني مجتمعات أو أن تهدمها إذا أسيء فهمها أو تأويلها. ف63 دولة يجتمعون لضبطها وإحكامها حتى تستقيم. رمضان المطعني، النيل.
قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة معا لدعم المجتمعات الحضرية الجديدة، وذلك بتوجيه القوافل الطبية المجانية والخدمات للمواطنين واستخراج صحيفة الحالة الجنائية وجوازات السفر، إضافة إلى تفعيل منافذ أمان للمنتجات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. هذا وقد بدأت أعمال هذه القوافل الطبية والمجانية عملها في 16 من أكتوبر الجاري بمنطقة حي الأسمرات بالمقطم لمدة يومين. بمركز طبي الأسمرات واصلت القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت عنوان معا من أجل دعم المجتمعات الحضرية الجديدة. أطباء القافلة قاموا بالكشف الطبي على المواطنين الذين ازدحموا في أروقة المركز بهدف إجراء الفحوصات اللازمة في ظل كشف وأدوية بالمجان. بنستكمل الأعمال اللي بدأناها امبارح بالتخصصات المختلفة اللي موجودة بعدد تقريبا 14 طبيب في التخصصات المختلفة، بالإضافة للمعامل والأسنان والفحوص الكاملة، بالإضافة ان احنا بندي العلاج كامل كأدوية للمترددين من المواطنين في حي الأسمرات. ثلاثة طوابق بهذا المبنى خصصت لاستخراج البطاقات للمواطنين نظرا للزحام، واحد لتسليم الاستمارات مجانا أو بمبلغ رمزي، والثاني لإجراءات استخراج البطاقات من مراجعة الاستمارات إلى تصوير طالب البطاقات، ومن ثم الأخير لتسليم البطاقات التي تم الانتهاء منها في اليوم الأول، حيث تستغرق العملية يومين فقط للتيسير على المواطنين. اللي خلص امبارح حضرتك استلم بطاقته النهاردة، أدينا النهاردة الساعة 8 وحضرتك شاف الإقبال، في تسهيلات بتقدمها قطاع الاحوال المدنيه من خلال الاستماره، في استماره مستعجله بتاخد اللي هي 105 بنبيعها من خلال المجلس القومي للامومه وب 35 جنيه، بنطلعها بعدها في خلال 24 ساعه بتبقى البطاقه خلصانه ومستلمها المواطن في خلال 24 ساعه. احنا طبعا يسرنا لهم الاماكن الموجوده زي حضرتك المركز التكنولوجي الموجود، تم استخراج البطايق الرقم القومي من خلاله، وتم استخراج جوازات السفر، عندنا الفيش والتشبيه، ويسرنا لهم المكان اللي يتعمل فيه التفيش والتشبيه، المركز الطبي بجميع الاطباء ال 27 طبيب اللي جولنا عشان يعملوا المبادره الصحيه، وفرنا لهم المكان. وطبعا كانت مفاجاه للجميع ان اللي عامله كده وزاره الداخليه التعاون مع الناس. احنا طول عمرنا الشعب المصري بيهاب الداخلية، النهاردة بيقول لهم لا احنا انتوا اخواتنا وقريبين لكم، وفي اي وقت وفي اي مكان احنا تحت امركم. اتمنى ان كل مكان زي كده يبقى فيه تطوير زي كده، واتمنى ان انتوا ما تسيبوناش ويبقى على طول مبادرات منكم كده واهتمام، لان بالاهتمام ده بيخلي البني ادم تولده فينا الامل، بيتولد الامل. احنا بنشوف حتى الاطفال فيها في وشها الامل، في اطفالنا في ستاتنا. احنا بقينا، تعالى بص حضرتك من سنه ونص كنا جايين المكان ده عاملين ايه، تعالى بص النهارده، فدي حاجه جميله. تحيا مصر بكم انتوا. طبعا على مدى يومين استمرت القوافل الطبيه والخدميه التي نظمتها وزاره الداخليه بحي الاسمرات في اطار مبادره معا لدعم المجتمعات الحضاريه الجديدة، مبادرة ستنطلق إلى أحياء أخرى مستقبلا باعتبار الدور المجتمعي للشرطة ضمن ركائز العمل الشرطي. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، واستولت على معداتها بذريعة بث وإرسال مواد تحريضية على الإرهاب. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت شركتي إنتاج إعلامية في رام الله، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أسفرت عن إصابة أحد الشبان بطلق ناري وآخرين بحالات اختناق. أشارت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت برج فلسطين الذي يحتوي على عدد من المؤسسات الإعلامية بمدينة رام الله، وعطلت المصاعد بداخله ومنعت المواطنين من الدخول، كما ألصقت عددا من المنشورات أمرت فيه أصحاب المؤسسات بإغلاق أبوابها لمدة 6 أشهر، وهددت بتحويل كل من يخالف الأمر إلى التحقيق والاعتقال. أعلن الجيش العراقي أنه أكمل فرض الأمن في محافظة كركوك خلال العمليات العسكرية التي قامت بها خلال الساعات 48 الأخيرة. أكد الجيش العراقي أن ذلك أتاح له استرجاع مناطق سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية في كركوك وديالا ونينوى. وأضاف الجيش العراقي أنه تم إعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقة وأسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل نينوى بمحافظة نينوى.
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في كركوك دستورية وقانونية. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده ومساندتها للخطوات الدستورية التي اتخذتها الحكومة العراقية من أجل الحفاظ على وحدة البلاد. كما قال العبادي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي إن حكومته كانت حريصة على الحوار وفق الدستور، لكن المسؤولين في إقليم كردستان لم يستجيبوا، بينما أبلغه تيلرسون دعم واشنطن لبغداد. بعد سيطرة القوات العراقية على أغلب المناطق المتنازع عليها مع كردستان بما فيها مدينة كركوك الغنية بالنفط وانسحاب قوات البشمرجة الكردية منها، شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على فرض السلطة الاتحادية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك إقليم كردستان. وأوضح العبادي في مؤتمره الأسبوعي أن الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي لانفصال الإقليم قد انتهى وأصبح من الماضي. الاستفتاء الآن انتهى، صار ماضي، حصل في فترة زمنية ماضية، نتائج انتهت. كنا نتمنى هم ينهوا بصراحة، طلبناهم قلنا لهم ما راح يصير، انتوا انهوا، احنا انهينا على الأرض، انتهى الاستفتاء. وعلى الرغم من موقفه الصارم حيال الاستفتاء، دعا العبادي إلى إجراء حوار مع إقليم كردستان على أساس الشراكة في وطن واحد. نحتاج أن نتفاهم على أساس سقف الدستور وعلى أساس الحقوق المتبادلة والشراكة الوطنية. أنا أؤكد على مبدأ إحنا شركاء في وطن واحد. كانت القوات العراقية قد استعادت بدون أي معارك معظم الحقول النفطية في محافظة كركوك بعد انسحاب قوات البشمرجة منها، ما يقضي إلى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال. ومما يعزز هذا السيناريو حدوث انشقاقات داخل صفوف الأكراد ودخول أبرز حزبين كرديين في حرب كلامية مفتوحة. مسؤولون في الاتحاد الوطني الكردستاني اتهموا رئيس الإقليم مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بسرقة النفط من أجل تعزيز نفوذه، بينما اتهمت قيادات بالبشمرجة بعض مسؤولي الاتحاد الكردستاني بالخيانة والمساعدة فيما وصفوه بالمؤامرة لتسهيل دخول القوات العراقية. ولم يكن هذا الخلاف وليد اللحظة، بل تفجر عند إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر دون الانتظار إلى إجراء حوار أو وساطات مع حكومة بغداد. إلى تطورات الأزمة السورية، حيث يلتقي اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ميستورا في موسكو بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي تشوغو لبحث استئناف العملية التفاوضية بشأن الأزمة السورية في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. من جهتها أعلنت الخارجية الروسية أن المفاوضات السورية في جنيف قد تبدأ في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن نجاح تلك الجولة يعتمد على الوفد الذي سيمثل المعارضة في الاجتماع المرتقب. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية في مدينة الرقة السورية بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي هناك. كانت ميليشيات سوريا الديمقراطية قد أعلنت أنها سيطرت بشكل كامل على مدينة الرقة التي كانت تعد المعقل الأبرز لتنظيم داعش في سوريا بعد أكثر من 4 أشهر من القتال بين الجانبين. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسلة النيل رنا المتولي. رنا، يعني كيف تسير الأوضاع في مدينة الرقة اليوم بعد نجاح قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية في السيطرة على المدينة بشكل كامل؟ نعم، أمس أعلنت ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مدينة الرقة بشكل كامل.
بينما نفت التحالف الدولي ما تدعيه قوات سوريا الديمقراطية، وأشار بأن ما يسمى بقوات قصد سيطرت على 90% فقط من مدينة الرقة، وأضاف التحالف بأن 300 مسلح داعش سلموا أنفسهم إلى قوات قصد، وما زال حتى الآن هناك جيوب ينتشر فيها إرهابيو داعش وسط الرقة. أما في دمشق وريفها نفذ جيش السوري رمايات صاروخية استهدفت مواقع المجموعات المسلحة في محور جوبر وعين كرمة، وأفادت تنسيقيات تابعة للمسلحين بأن تنظيم فيلق الرحمن الإرهابي قام بالسطو على مستودعات ومخازن مؤسسة أعمار في القطاع الأوسط، ونهب جميع ما وجد بها من مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية. وأيضا تحدثت التنسيقيات عن اندلاع اشتباكات بين تنظيم داعش الإرهابي والفصائل المسلحة في محور شارع بيروت على أطراف مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق. أما في دير الزور، أمن الجيش السوري وحلفائه طريق دير الزور الميادين بعد السيطرة على جميع القرى بين المدينتين، وذلك بعد تحرير مدينة محسن وقرى العبد والبوعمر والبوليل في ريف دير الزور الشرقي، وبهذا أصبحت الضفة الجنوبية الشرقية لنهر الفرات تحت سيطرة الجيش السوري بشكل كامل. نعم، مراسلة النيل من دمشق رنا المتولي، شكرا جزيلا لك. أغلق مطار عسكري بالعاصمة الليبية طرابلس وتم إخلاؤه من جميع ركاب المدنيين بعد أن تم تعليق رحلات المدنية عدة مرات جراء القصف العنيف المتبادل بين الجماعات المسلحة. تستخدم القاعدة الجوية العسكرية كمطار مدني بعد أن تم تدمير مطار طرابلس الدولي في معارك عام 2014، وقد وقعت الاشتباكات عندما أغارت جماعة مسلحة على حي سكاني قريب من القاعدة العسكرية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد 2 من طياريها المشاركين ضمن قواتها في اليمن. وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أن رائد طيار علي سعد السيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراجدة قد استشهدا إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتها ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. احتشد ما يقرب من 200 شخص أمام مقر الحكومة الكتالونية في برشلونة احتجاجا على توقيف 2 من الانفصاليين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسبانية. كان قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية قد أمر بوضع جوردي سانشيز الذي يقود رابطة الجمعية الوطنية الكتالونية وجوردي كوشارت الذي يقود حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال قيد التوقيف الاحتياطي بعدما وجهت إليهما تهمة التحريض على التظاهر مما أدى إلى محاصرة قوات الشرطة في برشلونة وتدمير مركبتهم. الأزمة بين مدريد وبرشلونة تزداد حدة والتصعيد سيد الموقف، حيث نزل الألاف في إقليم كاتالونيا الإسباني إلى الشارع للاحتجاج على سجن 2 من كبار المسؤولين الانفصاليين المتهمين بالعصيان، وغادر الألاف الموظفين مراكز عملهم للاحتشاد بصمت في الشارع للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين. وقام بالخطوة نفسها الرئيس الانفصالي الكتالوني كارلس بوتشيمون وعمدة برشلونة أدا كالو. هذه التظاهرات تأتي فيما تستنفد المهلة التي حددتها مدريد لرئيس الإقليم حتى يتخلى رسميا عن مخططاته الانفصالية. وعقب المهلة قد تلجأ الحكومة الإسبانية إلى تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا كليا أو جزئيا، مع يستتبع هذه الخطوة من تأجيج لغضب الشارع. وألغت المحكمة الدستورية التي سبق وحضرت الاستقلال القانون الكتالوني الذي مهد الطريق للاستفتاء، معتبرة أن الإقليم لا يملك حق تقرير المصير. وعلى الرغم من انقسام المجتمع الكتالوني بالتساوي حول الاستقلال، فهم يعتبرون أن قضيتهم شرعية عبر الاستفتاء المحظور، ويقولون إنهم فازوا به بنسبة 90% من الأصوات و43% من المشاركة،
وهذه آخر فصول الأزمة بين الانفصاليين الذين يتولون الحكم في منطقة كاتالونيا التي يعيش فيها 16% من الأسبان، وتتولى إدارتها مؤسسات إسبانية. أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ تمسك بلاده بسياساتها الثابتة والواضحة وحرصها على العمل على تعميق التواصل بينها وبين مختلف الدول، سعيا وراء تحقيق توازن أكثر في ميزان القوى الدولية. شدد الرئيس الصيني في تقرير الذي قرأه أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي على التزام بلاده بدعوة دول العالم إلى تحقيق الانفتاح مع التسامح، مؤكدا على ضرورة أن يتمسك الجميع بالاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ ونبذ عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة. كما دعا إلى الوحدة بين بلدان العالم خلال الأزمات لتعزيز عملية التحرير وتسهيل التجارة والاستثمار ودفع تطور العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا. شاركت حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان في المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد إطلاقها في المياه بشبه الجزيرة الكورية. يأتي ذلك بينما شارك في المناورات حوالي 40 قطعة بحرية من الدولتين، والتي ستستمر من 16 وحتى 20 من أكتوبر الجاري، في الوقت الذي وصفت فيه كوريا الشمالية هذه المناورات بأنها استعدادا للحرب. التقى نائب وزير الخارجية الياباني تشينسوكي سوغاياما مع نظيره الكوري الجنوبي ليم سونغ نام في العاصمة الكورية الجنوبية سول. جاء ذلك عقب لقاء جمع سوغاياما ونائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان في طوكيو لمناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. أفضت سلسلة اللقاءات تلك إلى حشد الجهود الدولية في مواجهة أنشطة كوريا الشمالية النووية في الوقت الذي تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توترات كبيرة في الآونة الأخيرة بعد التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع الحكومة الإسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. القوات العراقية تعلن إكمال فرض الأمن على ما تبقى من كركوك ومناطق أخرى بمحافظتي ديالا ونينوى. ديمستورا يبحث اليوم في موسكو مع لافروف سبل استئناف المفاوضات السورية في جنيف. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.